السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك في البلاد الغربية كبر كريم وتربى في وسط وجو غريب لا يعلم عنه شيئا، فدائما يشعر أنه غريب وليس من أهل هذا المجتمع. كانت أمه عربية أصيلة، ودائما ما تعلمه اللغة العربية وتعلمه الثقافة العربية العريقة. وكان زوج أمه يدعى مايكل، كان يعمل كطبيب شهير في بلاده، حتى أنه لديه مستشفى خاص به. وقد كان يحب كريم أكثر من أولاده الحقيقيين، ولهذا اعتبره ابنه منذ أن تزوج أمه منذ أكثر من 10 سنوات. تربى كريم في كنف هذا الطبيب الأجنبي حتى كبر كريم وعشق الطب كزوج أمه الذي يقول له أبي. تخرج كريم وأصبح المساعد لأبيه في كل أمور المستشفى، وكان معه في كل خطوة يخطوها. لكن أبناء مايكل لم يكونوا يحبون كريم ويبغضونه لأبعد درجة، ظنا منهم أنه هو من سرق أبيهم منهم، وليس أفعالهم الغير الناضجة التي لا تدل إلا على مجموعة أشخاص فشلا وكسالا لأبعد درجة. ولهذا كان مايكل يحب كريم لأنه مجتهد ومحب للناس ويساعد الناس. ولكن تلك الأيام والليالي الجميلة لم تدم طويلا، فقد فارق مايكل الحياة على غفلة، وبعدها وجد كريم نفسه من دون مأوى ولا عمل. فلقد حصل أولاد مايكل على المستشفى ثم باعوه، ولهذا لم يجد كريم حلا إلا أن عاد إلى بلاده الأصلي مع أمه حتى يبدأ حياته من جديد. وهناك افتتح عيادته وبدأ حياته من جديد. ومن هنا وبحكم أنه يعرف العربية معرفة جيدة، فلم يجد أي صعوبة في التعامل مع المرضى، ووطد كريم علاقته بالجميع ومع كثير من الأطباء الذين يعملون في نفس مجاله الجراحة. ولم يكتفي كريم بهذا، فأراد أن يعرف أصوله ومن هو أبيه، ولهذا كلف أحد معارفه بتلك المهمة. وبعد شهر قد جلب له هذا الشخص اسم والده وكل شيء عنه، فاكتفى كريم بهذا ولم يبحث عن والده بعد هذا الأمر، بحكم ما قالته أمه عنه أن أبيه قد تخلى عنهم وتركهم من دون مأوى ولا ونيس. ولهذا استمر كريم في عمله وحياته كأن شيئا لم يكن. ولكن ذات يوم يدخل عليه رجل عجوز ذو لحية بيضاء مع شاب في مقتبل العمر، ويعاني العجوز من ألم شديد. وبعد فحصه تأكد كريم أنه لديه حصوة كبيرة ويجب التخلص منها في أسرع وقت قبل أن يتطور الوضع. وعندها أحضرت له الممرضة ملف المريض، وعندما ألقى نظرة على اسم المريض إذا به شعر بدوار شديد، وكأن الدنيا تدور به وأغمي عليه وسقط أرضا. فأسندته الممرضة وأجلسته على كرسي، ثم بعد دقائق استعاد وعيه وقام واتصل بأحد أصدقائه الأطباء وقال له أنه سوف يأتي إليه مريض من طرفه ليعمل له عملية في أسرع وقت، وهو سوف يتكفل بكل شيء من المصاريف. وبعدها أحضر سيارة إسعاف، والرجل الكهل فاقد للوعي بسبب المخدر الذي أعطاه له كريم ليخفف عنه ألمه الشديد، ثم وضعه في غرفة الإسعاف من دون معرفة أحد من أهل بيته ولا الشاب الذي جاء معه، لأن الوضع لا يتحمل التأخير. ولكن بعدها نشب شجار بين الشاب وكريم على ما فعله بأبيه، وأنه فعل كل هذا من دون أن يأخذ إذنه،
وقام برفع قضية على الطبيب بواسطة بنت عمه المحامية. وبعد ذلك حضر الطبيب إلى قسم الشرطة ليدلي بأقواله ولماذا قام بكل هذا، ولكنه قال أنه لن يتحدث إلا أمام الأب والمحامية والشيخ العجوز فقط، فسمحوا بذلك. وعند ذلك كانت الصدمة عندما أخبرهم الطبيب أنه ابن الرجل العجوز بعدما تأكد من اسمه، وكذلك تأكد من هذا الأمر عندما عمل له فحص الDNA وتأكد من أنه أبيه. فوقف الرجل العجوز وفي عينيه دهشة شديدة، فلم يعلم طوال تلك السنوات أنه له ابن، ولكن تأكد من هذا عندما وجد أم كريم تدخل عليه الغرفة، وهناك قد انكشف كل شيء. وتعرفت أم كريم على الرجل العجوز وكذلك هو، فلم يعد هناك داعي للشك، فكل شيء قد أصبح في غاية الوضوح. فأخبرته الأم أنه بعدما طلقها بأسبوع علمت أنها حامل، فلم ترد أن تخبره بهذا الأمر، وقررت أن تغادر البلاد لتبدأ حياة جديدة بعيدا عن هذا الجو الكئيب. فعندها وقف الشيخ وعيونه قد ملئت بالدموع، وأصبح يتأسف بكل جوارحه لكريم وكذلك لأمه، فهو لم يعلم أنها كانت حامل، ولكنه سوف يعوض كريم بكل لحظة قد فاتته. وبعدها حلت تلك القضية ورجع كريم إلى حضن أمه وأبيه الحقيقي، ووجد الدفء الحقيقي الذي لم يجده طوال تلك السنوات. وهنا كانت نهاية قصتنا.